تعالوا احكي لكم قصة وفاة حاتم ذو الفقار. هو اسمه حاتم محمد راضي من عائلة مليونيرات، وفي عزبة باسمهم اسمها عزبة راضي. الفنان المشهور صلاح ذو الفقار هو اللي اداله لقب ذو الفقار. حاتم دخل الكلية الحربية بس سابها عشان التمثيل، وبعدها اتجوز نورة فرح اسطوري، لكنه اتقبض عليه بتهمة تعاطي مخدرات، فنورة اتطلقت منه. فخرج في لقاء شهير يبكي ويطلب فرصة تانية عشان يمثل، وقال نصا وهو بيبكي: خدوا بإيدي، ولا أنتوا عايزين نموت لوحدي؟ وفي يوم أهله بيرنوا عليه ما ردش، فقلقوا وراحوا له البيت، لقوا ميت من كذا يوم، وفي جنازته ما حضرش غير الفنان أشرف عبد الغفور ومحمد أبو داود وحمدي شرف الدين.